أول طبق طائر مأهول في العالم يحلق في السماء. انطلق أول طبق طائر يوفو مأهول في العالم برحلته الأولى التي جذبت الآلاف من المتفرجين فوق مدينة شنزن الصينية، ويتشابه الطبق بشكل كبير مع ما عهدنا رؤيته في أفلام الخيال العلمي، وقد صمم في وسطه نصف كرة شفافة تتيح للركاب رؤية بانورامية مذهلة لما حولهم. وعملت الشركة التي صممت المركبة الاستثنائية على توفير مرونة عالية وسلاسة في عملية انتقال الطيارين من القيادة التلقائية إلى اليدوية. ويتألف التصميم المبتكر من أنبوب فيه 6 فتحات و12 محركا مروحيا. ويمكن للمركبة الكهربائية السياحية أن تطير لمدة تصل إلى 15 دقيقة وتصل إلى ارتفاعات تلامس 200 متر بسرعة 31 ميلا في الساعة، كما تقلع وتهبط عمودياً من الأرض إلى الماء، ما يجعلها طائرة برمائية.